أجل لليوم 8 تشرين الأول وحتى 14 تشرين الأول مع عالمة الفلك جمانة قبيسي. تفضلي جمانة. جمانة جمانة قبيسي كانت بدها تشكي هم شوي، بعد شوي على الهوا قلت لك بدي اشكي همي انا. يلا يعني كل اشكي. واحد عنده هم بهالدنيا، ايه والله والله يساعد كل واحد بهالدنيا. يعني مفتكرين انه بنقعد على مرتاحين على التلفزيون وضعنا. مرتاحين ومتضحك، بيقولوا هو شو عبالهم، اكيد في ناس كتير بيقولوا شو عبالهم على التلفزيون وهو اللي ما شاء الله واصلين للريح. لا 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 ما تفتكروا هيك يعني، بس عندنا نحن دائما بنرسم البسمه تنوصلها للناس تطعنا نعطي امل. بس نحن كل حدا عنده شيء بقلب بيته، كنا بمحل واحد، يعني صح؟ كل واحد بمحل واحد، كنا بمحل واحد. ما تخاف يعني، ما تفكروا ما اكثر حدا من هيك، مرتاح. ما انا توقعوا دايما بقول بعيد. لهم ما حدا مرتاح، كل واحد في شيء على انه ما قده الله بيصدقوك، بعت له ما اياه. بيصدقوك. في ناس اذا شوفك شفتها عم تضحك، شفتها قاعده بمطعم عم تاكل مطعم غالي، يمكن بيكون معزومه، يمكن عاملين ربع ساعه، يمكن بلش. ما تاخذوا بالمظاهر، كل واحد عنده همه اكبر من همه، فينا نقول يعني كل واحد عندنا همه. بدي قلت لك انا قبل طبعا شوي بدي اشكي همي على التلفزيون، سمعتوني؟ نبدا بمولود الحمل اللي ناطر هلا بس يسمع حتى يعرفوا ليش كنا عم نشكي هم، لانه كنا عم نحكي عن الاولاد. على الاولاد. ايه على فكنت الاولاد، هلا تشكي بيقهروا هم. الاولاد، بيقهروا اول شيء بتجيبي مبسوطه فيه، بتقدري تتجوزي اذا تجيبي ولد، اذا ما جابت ولد تروح تتحكم بتجيب هالولد، بصير يجي هالولد بيقعد الرعب وين هون بقلبك. كل ما بيكبر بدك تراقبيه، بس يصير شاب وين رايح وين جاي، وبس يكبر كثير بطل يسمع كلمتك، بصير قاعدة لإله بس حارس. يعني بلاقي انا هلا تقول للستات لا تتجوزوا ولا تجيبوا اولاد، مع انه هي سنة الحياة هيك وحلوة، المال والبنون زينة الحياة والدنيا، ما فينا نحن نعاكس كلام رب العالمين. بس لك يا الرعب جمانة، الرعب هيدي المعادلة كتير صعبة. يعني إذا قلتي للوحدة أو للواحد ما تتجوز، طب ما ما بي إذا ما شي بس بده يكفي حياته، بده يكون في عنده شريك، بده يكون في حدا يحكي معه بآخرته، إذا هي مرتت أو هو مرت حدا يتطلع فيه، لأنه هالأيام ما حدا بيطلع بالتاني. وإذا الولد خيك مرت شو يمكن ما يكون بتعملي؟ فاضي لك، وابنك يمكن ما يكون فاضي لك، بس ما هي بالنهاية بتقولي بركي. وإذا ما تجوز مثلا بيقولوا عنسته، عن إذا طلق بيقولوا طلقته، إذا طلق يعني حلو. كيف ما خلصت مش أنا دايما بقول لستات اتجوزوا وطلقوا، إيه يا جماعة يعني شو عن جد؟ مطلقة أحسن مش متزوجة. أنا هيدي من زمان، من 30 سنة بقول لهم روحي اتجوزي وطلقي. كان كل وحدة تجي تقول لي بقول لك هذا ما حطولي معه، بس تجوزي وطلقي، اسمك مطلقة ولا تكون اسمك عانس، اسمعي مني، لأنه كل الرجال مثل بعضهم. يعني هو فعلا مجتمع كتير هيك مأذي، وعلى مجتمع فكرة بدي مأذي، لك شغلة، بشوف بس إيه؟ الأشياء الظاهرة ما بشوف الأشياء من جوا. في ناس بيركضوا على الولد بينسوا الرجال. إذا الرجال منيح أحسن من مليون ولد. إذا الرجال منيح مع المرأة تحطه على راسه طبعا أحسن من مليون ولد، لأنه إذا مرضتي هو بيعطيك يعني كوباية المي أو الدواء على كبر. أنا مع مقولة أولادكم ليسوا لكم. إيه أنا يعني هيدي نحن عم نربي بس ما بنعرف شو ناطرنا، واخر شيء مثل ما نحن طلعنا بمستقبلنا، كل ولد بده يطلع مستقبله، وما في انا واقفه كرمالي انا وما فيك تنصحي ما وما في تتجوز، انا. بده لا يتجوز لا، كل واحد لا يعمل اللي البنات بده ولا اياه. الصبي. انا كلهم هيك هلا بقول لهم لاولادي ما تتجوزوا، لا انت تجوزتوا وعملت نحن كمان بدنا نتجوز، كمان قالوا لي اياها، صح، قلت لهم ما لا انتوا فيك، تجوزتوا وجبتوا اولاد انا بدهم كمان بدي يجربوا. اتجوز. بس لو انا عارفه هيك ما تجوزت كمان، صار بحكيكي صراحه يعني. بس بده يجي الاولاد ليه؟ لانه الرعب قاعد عندي هون، في رعب عندي جواتي على في رعب الاولاد. جمعنا، وبنفس الوقت عن جد مجتمع ما بيرحم، ايه مجتمع ما بيرحم. يعني اذا بقيت تنفترض لا قدر الله بنتك ما تزوجت، يعني ايه اول شيء انت ما حتكوني سعيده رح صح. تعتري ايه همها، ايه وتاني شيء المجتمع ما حيرحمها، ورح تضل لحقتها كل حياتها انه هي ما تجوزت من ايدها. من ايد ايه ما هذا هم كمان، مشان هيك لا تتجوز ولا تجيب اولاد. ما بتخلصي، كيف ما برمتيها؟ ما برم فيها ما بتزبط. خلي كل واحد يعمل اللي بده اياه ويرتاح، هيدي هي سنة الحياة، أنا ايه هيدي برأيي. هلا كله عم خلص. يتجوز ويطلع، فكرة هيدي الاخر موضة، ما كان خبر. ايه لا، ما حدا بده انا يحمل امبارح ابن التاني، اختي طلق، ما حدا بده يحمل التاني ايه من الآخر. واخواته كلهم مطلقين، ورجع بس رجعوا اتجوزوا وسافروا لبرا وعملوا حياة جديدة ومنيح اللي سافروا. أصلا كمية العالم المطلقة هلا إذا بيعملوا إحصاء، أنا مؤكدة ده تطلع ايه مطلقة مجوزة أكتر من بالعشرات. العزابيبي. يعني كيف لما طلعت الدراسة اليونيسف 70% في عاطلين عن العمل و55 في تسرب مدرسي، أكيد أكيد الطلاق بده يطلع بالعشرات بالعشرات ايه أكيد، أكيد 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 لأنه أول شيء ما بالميات. بقى في أعصاب العالم تتحمل، ولا في نفسية بقى تتحمل،
كل واحد يروح بطريقه. ان شاء الله يكونوا يسمعونا وسمعتوا هيدي المحاضره الصغيره ومولود الحمل اللي ناطرنا هلا. مولود الحمل بس جمانة كمان قبل ما فوت موضوع الحمل فتحتي موضوع انت كثير حلو واساسي، يمكن كثير من العالم بوقفوا عنده يلي هي انه شوفوا هيدي شو مبسوطه وشوفوا هيدي كيف عم تتصور، شوفوا هيدي من محل لمحل. بس ما بعرف اذا بتوافقين هالرأي انه هيدا اللي بيتصور وبكبكب على السوشيال ميديا انا برايي هيدا اسوء واحد بالحياه، اتعس واحد بيكون ومنه سعيد ومنه عم بفضفض كل شيء على التقلب. وباي لحظه ممكن تسمعوا طلاقه او باي لحظه ممكن تسمعوا انا بقول هيك، فدائما بقول ما تاخذوا بالصوره، ما تاخذوا بالمظاهر، يعني ما تاخذوا عن التليفون. يعني انا جدا بحترم الشخص اللي ما بحط صور لحاله على السوشيال ميديا ولا لاولاده ولا لعائلته، خليها مخبيه لانه بكره ما حدا بيعرف شو ناطره. شو ناطره؟ مثل طلع فيديو ما بعرف اذا شفتيه لهاري وكيت، كل واحد كيف عم بيعامل مرته. زوجة لكيت عمل ايده من ظهره انه مثل كانه رحت لها على السياره لوحدك. هاري عبطه وفتح لها الباب وطلعها. انا بالنسبه لإلي الصحي والمثالي لزواج سعيد يلي عمله زوجة لكيت. هيدا يفتح الباب ويطبطب لها على كتف هيدا كتير. هيدا كتير. هيدا حياته مش رح تكون نهايتها سعيدة. حدا يمكن عم بكي عن جد عم بكيد حدا يمكن انت ما بتعرف. لا حتى هيدا الاكستريم عواطف العواطف الجياشة بمحل او بيوم ما تصرفاته مش مزبوطة. مش بالعودة للحمل وخلص حمل لك على فكرة بده يسعد انه قطعناه ثلاث مرات مولود الحمل. لما نكون عم نحكي على حدا ونقطع الكلام بالماورائيات انا بقول له بدك تسعد. اذا انا بكون عم شوف لحدا دخل علينا حدا شخص اخر بقول له بدي يجيك خبر وفعلا بيجي خبر. فهيدي الشغله خدوها بعين الاعتبار لانه انا ملاحظتها. فمشان هيك مولود الحمل هيئته بده يسعد كثير. واذا بدك تضبط امورك يعني هيك عليك بالكتمان لانجاح حوائجك عليك بالكتمان مولود الحمل، لانه في ناس عم تراقبك كثير وعم تصوب عليك ومسلط عليك الاضواء، ولكن انت رح تكسب ان شاء الله ورح تتغير امور كثير عندك لانه بدها تفتح عليك فتحه لا على البال ولا على الخاطر. وفي ناس كثير عم بيحطوا له الفشل دائم. فمشان هيك لتظبط اموره عليه انه ما يحكي، هو لانه بيحكي ويذيع الخبر قبل ما يفعل اي شيء. فان شاء الله النجاح موجود عنده خلال هالاسبوع، وان شاء الله تتصل فينا وتقول اللي حكيناه زبط معك. بالنسبة لمولود الثور اتصال بيحملك للخارج، مؤتمرات بتحضرها برا، محاضرات بتقوم فيها اذا انت طبيب او شيء، وبعد الاطباء كمان حيتركوا مكان شغلهم لينتقلوا لدول عربية يشتغلوا فيها. هول اللي حاملين الطور الاطباء، اما الطور اللي هن مواليد الطور اللي هن ادارة اعمال وهيك كمان عندهم موجود السفر وترك شغل لعمل اخر، عم يسعوا للافضل. فهذا اسبوع السعي الى الافضل، اسبوع ترك للافضل كمان عند الاطباء يصطفلوا، هذه حياتهم يعني. ف موجوده عندكم. بالنسبه لمولود الجوزاء كثير مشاكل، حدا حيسبب لك مشاكل بالعمل، حيشيلوا السجاده من تحت اجريك، حيشيلوك من مركزك. انتبه، اللي حيشيلك من مركزك هو صديقك المقرب لإلك مش العدو اللدود. احذر من صديقك 100 مرة وعدوك احذر منه مرة. فعليه انه ينتبه مولود الجوزاء. بتعرفي حدا شيء من مولود الجوزاء اللي حتى صفبتي؟ نعم افتكرتي عم تفكري بحدا. بالنسبة لمولود السرطان اللي هو هلا ان شاء الله انفراجات عائلية، انفراجات مادية لإله ان شاء الله بالبيت. وهاد مولود السرطان اذا جامل بيوزع كريم جدا 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 على عائلته، ومثل كانه عم يبحث من اي باب بده يجي المال. فمشان هيك يمكن بالاسبوع الماضي بيع شيء وهلا بده يحصل على المال، فلك هالمال حيتوزع منه وحتى راح يوزع للفقراء لانه هو ايده معطاء، يعني في عطاء بايده، واللي بيعطي الله بيعطي ان شاء الله، فهو نيته صافيه. اما بالنسبه لمولود الاسد اللي حامل همه على كتفه وحامل همه براسه كيف بده يدبر اموره، كيف بده يكبر اشيائه، فعليه انه يترك هذا الامر لرب العالمين. اليوم بالتفكير انت بالتفكير والله بالتدبير،
فاتكل على رب العالمين، اليوم نار وبكره بتصبح رماد، لانه مش عم ينام هيدي الفتره مولود هذا، منه معود مولود الاسد، لانه مولود الاسد هو دائما بالسلطه، هو دائما بالمال، هو دائما بيشيل وبيحط، هو دائما اللي بيحكي وهن بينفسه. هذه الفتره في عنده ركود، عم بفكر، لكن يترك هذا الشيء بس انه يدعي رب العالمين. ما في احلى من الدعوه لينا لما الواحد يدعي رب العالمين، لانه الفرج ما بيجي غير من الله، مين مش من العبد، لانه بس بيسخره عبد ليفرج تنفرج عليك. بالنسبه لمولود العذراء، بعد الانفراجات العاطفيه راح تكون عندك مولود وتصالح ان شاء الله خلال هالاسبوع عكس الاسبوع الماضي، وراح تتنازل عن بعض الاشياء لحتى تكمل مسيره حياتك العاطفيه، وشخص كمان حيمسك بايدك يفتح لك باب عمل جديد، اللي هن بدون عمل او اللي عم يسعوا لعمل مش افضل، اللي هن بدون عمل بالمره، في حدا حيمد له ايده ويساعده شيء على الخفيف، مش حيعطوه المصاري ويقول له عود بس اشرب وكل، لانه مولود العذراء هو دائما اللي بعده، هو السنبله، هو اللي بيعطينا، هو القمح، هو اللي بيعطينا الخبز، نحن بناكل منه، مش انه خوض وعود على جنب وكل، لا هو بيسعى للعمل. بالنسبه لمولود الميزان، وقع بالفخ، واخيرا في حدا عمله مؤامره كثير كبيره، اللي كان هو هالاسبوعين طاير طيران، هذا الاسبوع وقع بالفخ واخيرا، وغلطه الشاطر بمليون، وهذا بسبب ثقتك بالناس، وانا قلت لك من الاول ما تحط ثقتك بالناس، لانه الامور مش حتجري مثل ما انت بدك، ولكن عليك انت تعرف كيف تخلص حالك وتوقف محل ما انت وقعت، لانه في حدا رح يجي يشيلك من محل ما انت، ما تكمل مع هالاشخاص، ما تقول انه حيجي اقولك لا ما تخاف حنرجع نشيلك من محل ما انت وقعت، لا ما يوثق فيه مره ثانيه، في حدا حيساعده ليتخلص من هالمأزق اللي هو وقع فيه، وهو مأزق مالي عم يكون لمولود الميزان. اما بالنسبه لمولود العقرب، سفر مفاجئ لإله، وممكن عرس، ممكن شمة هواء، ممكن دعوه لبرا استجمام، حيكون هي يومين 48 ساعه، ولكن البعض منهم حيطلع كمان يومين ثلاثة عمل للقاءات عمل بأي عمل بده هو يختار، وحيكون عنده عدة عروضات وعليه انه يختار نياله. مولود العقرب عليك انك تختار اي عرض انت بتحبه. بالنسبة لمولود القوس، هيدا مولود القوس اللي دايما حيرة بين قلبك وعقلك، انا هلا بقول لك خد بعقلك، ما بقى تاخد بقلبك لانه اكلتها بقلبك، هلا بعقلك زواجك الثاني راح يكون هولي مطلقين، زواجهم الثاني بعقلك تفكر وتاخذ بعقلك، لانك حتعيش عيشه راضيه ومرتاح ومرتاح البال، لانه شفت الحب ما له، ما اجاك منه مطعمك خبز ابدا، شخص بتقدم لك او ارتباط مهم لمولود القوس. بالنسبه لمولود الجدي، شراء منزل جديد بيحلم انه يشتري من زمان، وراح حدا يدعمه معنويا مش ماديا، حيدفش يقول له اشتري وما تخاف قوي قلبك، فان شاء الله حتاخذ خطوه جريئه وتشتري هيدا البيت، وشوي شوي بتخلصه ان شاء الله. اما بالنسبه لمولود الدلو، اسفارك كثيره ومن طياره لطياره، هالاسبوعين بتطلع ثلاث بلاد بثلاث طيارات، بكل بلد حيقعد يومين، يعني فينا نقول اسبوع رحلات استجمام كبيره لمولود الدلو، وهو بحب على فكره هذا الشهر بيسافر فيه، بينطر اللي بيجوا من برا بالصيف، لحتى هو مولود الدلو لانه هوائي بحب يروح مع الهواء تاعه. اما مولود الحوت، في عندك بعض الانفراجات الماليه، واخيرا في مين حيسكر عليك عنك الديون اللي انت واقع فيها، وحترتاح من السهر وقله النوم، وحتنام ان شاء الله نوما عميقا مثل ما بقولوا. شكرا جمانة، شكرا لكل الاشخاص اللي عم بيراسلوا.